بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي في هذا الدرس لاستغلال وتوظيف خاصية ثنائي الوصلة، والذي يكون فيها عبوريا في الاستقطاب المباشر، أي عندما يكون كمون المصعد أكبر من كمون المهبط، ويكون محجوزا في الاستقطاب العكسي عندما يكون كمون المصعد أقل من كمون المهبط، لتقويم الإشارة المتناوبة المخفضة في ثانوي المحول، وهذا بإلغاء النوبة السالبة. فبعد تخفيض التوتر من UA إلى U2 باستعمال المحول، نضيف ثنائي وصلة لتقويم هذا التوتر بإلغاء النوبة السالبة، وبواسطة مكثفة نقوم بترشيح وتنقية هذه الإشارة المقومة بإلغاء التموج. في هذا النشاط نضيف فيه بين طرفي الثانوي ثنائي وصلة مع مقاومة كحمولة، والتوتر المطبق بين طرفي الدارة U2 يساوي التوتر بين طرفي المقاومة UR زائد التوتر بين طرفي الثنائي UD. فخلال النوبة الموجبة يكون كمون A أكبر من كمون B، و UAB أكبر من الصفر، والثنائي مستقطب استقطاب مباشر ويكافئ قاطعة مغلوقة. وبما أن هناك سقوط للتوتر بين طرفي الثنائي، فإنه يتصرف كقاطعة مغلوقة لكن قاطعة غير مثالية. ومعظم التوتر UAB مطبق بين طرفي الحمولة R، و UR يساوي تقريبا UAB. أما خلال النوبة السالبة وعندما يكون كمون A أقل من كمون B، أي UAB أقل من الصفر، فإن الثنائي يستقطب استقطابا عكسيا ويتصرف كقاطعة مفتوحة. وبما أن الدارة مفتوحة، فإن التيار ER ومعه التوتر بين طرفي الحمولة UR يساوي الصفر، وكل التوتر مطبق بين طرفي ثنائي الوصلة. فخلال النصف الأول من الدور، أي عندما تكون تي أكبر من الصفر وأقل من تي على 2، فإن التوتر U2 يكون أكبر من الصفر، والثنائي مستقطب استقطاب مباشر ويتصرف كقاطعة مغلوقة، وكل التوتر مطبق بين طرفي الحمولة، و UR يساوي تقريبا U2، وهذا الفارق بين التوترين يكافئ سقوط التوتر بين طرفي ثنائي الوصلة. فخلال هذا الفصل الزمني يكون UAB والذي يساوي U2 أكبر من الصفر. وبما أن ثنائي الوصلة يتصرف كقاطعة مغلوقة غير مثالية، فإن UD يكون غير منعدم، و UR يساوي تقريبا U2. أما خلال النصف الثاني من الدور، أي خلال الفصل الزمني تي على 2 و تي، فإن U2 يكون أقل من الصفر، والثنائي مستقطب استقطاب عكسي، والتيار في الحمولة يساوي الصفر، ومعه التوتر بين طرفي هذه الحمولة يساوي الصفر، وكل التوتر مطبق بين طرفي ثنائي الوصلة. فخلال هذا الفاصل الزماني UAB يكون أقل من الصفر، UR يساوي الصفر، و UD يساوي U2. ولحساب القيمة المتوسطة UR، نكامل المساحة المحصورة بين الدالة U سينس أوميغا تي أو U سينس أوميغا تيتا ومحور الفواصل، و U موين تساوي 1 على T تكامل U ماكس سينس أوميغا تي دي تي، ومحصورة بين 0 و T على 2، لأنه في الفصل الزمني بين T على 2 و T الإشارة منعدمة، كما يمكن كتابة هذه العلاقة على هذا النحو، وهذا في حال تعويض أوميغا تي بتيتا. والدالة الأصلية لسينس أوميغا تي هي ناقص 1 على أوميغا كوس أوميغا تي، والدالة الأصلية لسينس تيتا هي ناقص كوس تيتا. وبما أن الانتجرال تاع سينس تيتا هي ناقص كوس تيتا، فإن UR موين تساوي U ماكس على 2P في ناقص كوس تيتا من 0 لبي، وتساوي U ماكس على 2P في ناقص كوس الحد الأول P ناقص ناقص لتصبح زائد كوس الحد الثاني 0، وكوس P يساوي ناقص 1، كوس 0 يساوي 1، وناقص في ناقص 1 يساوي 1،
واحد زائد واحد يساوي اثنين، نختزلوا اثنين مع اثنين لتصبح UR تساوي UMAX على P، والقيمة المتوسطة للتوتر UR تساوي UMAX على P، والقيمة المتوسطة للتيار UR تساوي UR موايان على R، وبتعويض UR موايان بـ UMAX على P، UR موايان تصبح تساوي UMAX على PR. نذكر بأن هذا التحليل خاص بالسنة الثالثة، أما للسنة الثانية فلا نحتاج إلى هذا التحليل، وكل ما نحتاج معرفته هو أن UR موايان تساوي UMAX على P، و UR موايان تساوي UMAX على PR. النشاط الموالي يتمثل في إدراج مكثفات ذات قيم مختلفة بالتفرع مع المقاومة R. في المكثفة C1 ذات سعة 2 ميكروفاراد تتفرع كليا قبل بداية النوبة الموجبة الموالية، و C2 ب 4 ميكروفاراد تتفرع كليا مع بداية النوبة الموالية. و C3 ب 100 ميكروفاراد لا تتفرع إلا جزئيا. أما تفريغ C4 ب 470 ميكروفاراد فلا يكاد يظهر. فإذا علمنا أن زمن تفريغ المكثفة هو 5 طو ويساوي 5 آر سي، وإذا كان هذا الزمن أقل من الدور تي فإن تفريغ المكثفة يكون كلي، وقاعدة الزمن لهذه الإشارة هو 5 ملي سكوند بار ديفيزيون، والدور في هذه الحالة يساوي 5 10 15 20 ملي سكوند، و 5 آر سي تساوي 5 في 2 في 10 قوة ناقص 6 في 10 قوة 3، وتساوي 10 قوة ناقص 2 سكوند أي 10 ملي سكوند، و 10 ملي سكوند أقل من 20 ملي سكوند، ولهذا فإن المكثفة تتفرع كليا. أما 5 في 4 في 10 قوة ناقص 6 في 10 قوة 3 فتساوي 2 في 10 قوة ناقص 2 سكوند وتساوي 20 ملي سكوند، وبما أن الدور تي يساوي أيضا 20 ملي سكوند لهذا فإن المكثفة تتفرع كليا مع بداية النوبة الموالية. ولمئة ميكروفاراد 5 آر سي تساوي 5 في 100 في 10 قوة ناقص 6 في 10 قوة 3 وتساوي 5 في 10 قوة ناقص 1 سكوند أي 500 ملي سكوند، و 500 ملي سكوند أكبر من تي، ولهذا فإن المكثفة لا تتفرع إلا قليلا. والتوتر الحدي أي لاتونسيون دو كرات ماكسيمال بين طرفي المقاومة تساوي التوتر الأعظم بين طرفي الثانوي U2 max ناقص التوتر بين طرفي الثنائي UD. فالتوتر U2 كرات max يساوي U2 max ناقص UD. ومعامل الشكل F والذي يساوي U2 إفيكاس على U2 max مع نسبة التموج والتي تساوي راسين كاري دو اف دو موانزا يسمحان بمقارنة التيار المقوم مع التيار المستمر، فكلما كان معامل الشكل أقرب إلى الواحد ونسبة التموج أقرب إلى الصفر كانت هذه الإشارة المقومة أقرب إلى التيار المستمر. بهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، نلتقي إن شاء الله مع درس تقويم ثنائي النوبة. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.